إلى لبنان، حيث أفادت وسائل إعلام رسمية بمقتل شاب بالرصاص بعدما أطلق الجيش النار لتفريق متظاهرين حاولوا قطع طريق رئيس إلى الجنوب من العاصمة بيروت. وتتواصل المظاهرات في لبنان مع العودة إلى إعلان الإضراب وإلى قطع الطرقات واستمرار إقفال المصارف والمدارس والجامعات لليوم الثاني على التوالي. ونزل المتظاهرون أمس مساء إلى الشوارع بهدف قطعها مجددا ردا على مواقف رئيس الجمهورية ميشيل عون خلال مقابلة تلفزيونية. تستمر المظاهرات وبزخم أكبر في لبنان عقب دعوة أطلقها الرئيس اللبناني ميشيل عون لتشكيل حكومة تكنوقراط يشترك بها سياسيون، وادعى بأن سعد الحريري متردد بتولي منصب رئيس الحكومة من جديد. كما خير عون الناس بين البقاء في الشارع أم أن تضرب مصالحهم وتحدث نكبة لا يمكن إصلاحها، في حين استقبل اللبنانيون دعوته للمعترضين بالهجرة باستنكار واسع، وأثارت الدعوة ردود أفعال صاخبة لا سيما من مشاهير لبنان، في وقت نظم محتجون وقفة أمام مقر السفارة الفرنسية في بيروت احتجاجا على زيارة المبعوث الفرنسي كريستوف فارنو، رافضين أي تدخل خارجي بالشأن اللبناني. بس إذا بتكملوا هيك تضربوا لبنان بتضربوا مصالحكم، مصالحكم تروح ومنروح معه. أنا بحطهم قدام الخيار وعم نشتغل ليلا نهارا حتى نرتب هذا الوضع. إذا بقيوا مكملين في نكبة، إذا توقفوا بعد في مجال لنصلح. وفي خضم هذا الحدث يأتي مقتل علاء أبي فخر على يد الجيش اللبناني، وهي الحادثة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات لتؤجج غضب الشارع وتزيد من إصرارهم على المتابعة بإغلاق الطرقات. فيعلن على إثرها زعيم اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط انضمامه للمتظاهرين في الشارع. يحدث هذا تزامنا مع تحذير الأمم المتحدة من الوضع الاقتصادي الصعب الذي دخلت به الدولة، وحثها على تشكيل حكومة كفاءات جديدة بما يمكنها من طلب مساعدات خارجية. حول هذا الملف ينضم إلينا من باريس دكتور يونس بالفلاح، أستاذ العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي. أستاذ أو دكتور يونس، البعض يرى لتصريحات الرئيس ميشيل عون بأنها ربما ستضع حدا لحياته كرئيس للبنان. في الأمس انزلق كثيرا كما يرى البعض في هذه التصريحات، وكان لها صدى كبير في الشارع. يعني ما ميز الخطاب أمس هو أنه فيه نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي محاولات استفزازية، بمعنى أنه فكرة الحديث عن الهجرة، وهذا يظهر يعني حالة من العدمية، من عدم وجود حلول اتجاه ما يحدث في الشارع. والنقطة الثانية هي مسألة استجداء بعض العواطف، خاصة عندما تحدث عن تاريخه وعن أن ضرورة المواطنين أن يرجعوا إلى تاريخ ميشيل عون باعتباره ربما أحد الرافدين لاتفاق الطائفة الذي أسس للدستور الجديد للبنان. يبدو على أنه نحن أمام حالة انسداد سياسي، بمعنى أنه هناك غياب لحلول سياسية من طرف السلطة الموجودة حاليا في الحكم، وأقصد ميشيل عون ووراءه حزب الله باعتباره أنه هو الحزب الذي لديه أكبر تأثير اليوم، سواء الله في البرلمان أو حتى كذلك في إنشاء الحكومة. والواضح على أن هناك حالة من الاستمرار بالنسبة للحراك، قد يتجه فقط لن يتوقف عند مسألة المظاهرات، ولكن قد يتجه إلى مسألة عصيان مدني وإضراب وإضراب مفتوح، وهذا سوف يجعل يعني الفروقات شاسعة بين الطرفين. للأسف لم تقدم للحكومة ولا الرئاسة أي حلول حالية للشعب اللبناني فيما يتعلق بالتشغيل، فيما يتعلق بالفقر، فيما يتعلق بخفض أسعار بعض المنتوجات، هذا على المستوى الاقتصادي. نعم دكتور يونس، يعني هل لبنان وصل إلى طريق مسدود؟ كانت المطالبة في البداية بإسقاط الحكومة، وتم إسقاط رئيس الحكومة، وتم يعني إرغامها على الاستقالة. اليوم بات طلب أو استقالة عون هو مطلب للحراك أيضا، إذا يترتفع سقف الحراك في لبنان.
أو أكيد أن هناك ارتفاع في سقف المطالب، لكن النقطة التي ذكرتها أنت عن قصة ميشيل عون، ميشيل عون يعني فقط شيء لا يعطيه، هو لا يتوفر على صلاحيات وليست لديه القدرة لاتخاذ قرارات، وهذا يعني يتضح جليا مع مرور الوقت. هناك نقطتين أساسيتين في هذا الأمر، إما أن يكون حزب الله هو المبادر وهذا أمر يعني يتطلب ضوء أخضر من طرف إيران، ونلاحظ على أنه كان تغيير في لهجة حزب الله نسبيا ما بين الخطابين الأولين لحسن نصر الله الذي وصف المؤامرة وغير ذلك، وفيما بعد بدأ يتغير بمسألة الانفتاح على مسألة المحاسبة ومحاربة الفساد. إذا ما اتخذ حزب الله مبادرة معينة، وهذا يعني احتمال قليل، ولكن ربما الاحتمال الأكبر لحزب الله هو المواجهة الأمنية أو بسط السيطرة الأمنية على الشارع. والنقطة الثانية على أنه هذه حالة الانسداد السياسي تفتح الباب على مصراعيه أمام تدخل أجنبي، أمام تدخل دول خارجية. نسمع تصريحات يعني فيها يعني تصعيد في من حيث اللهجة من طرف فرنسا، من طرف بريطانيا، من طرف الولايات المتحدة. هناك يعني وفد من فرنسا في لبنان. صحيح، ثم بعث مبعوث لمراقبة الأمور في لبنان، وهو يعني سوف يعني يقيم تقرير ويبعثه للرئيس الفرنسي، لكن يبقى الطرف الغربي مراقب، في حين أن الأطراف المعنية بشكل أكبر، وأقصد هنا الدولتين الإقليميتين الكبرتين إيران والمملكة العربية السعودية، لا نسمع الكثير بخصوص ما يجري في لبنان. نعم. ويبدو على أن تدخلهم ما زال في الكواليس. نعم. لكن إذا ما استمرت هذه الحالة من الانسداد سوف يكون هناك تدخل. نعم. أكيد لهذه الدول، لأن الأمور أصبحت يعني خارج نطاق. نعم. اليوم دكتور يونس بالفلاح، أستاذ العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك.